السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم بيتزا بالصدق، وهعملها معاكم بعجينة جميلة جدا طرية وتنفع لانواع المخبوزات كلها. لو حابة ان انت تعملي بيها باتيه او قرص او اي نوع معجنات انت حباه، او لو حابة ان انت تعملي بالعجينة دي برضو ميني بيتزا بتبقى جميلة جدا. دلوقتي هنشوف المقادير مع بعض، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي ووصفاتي، ويا رب الفيديو يعجبكم. واول حاجة معانا في المقادير، معانا هنا كوبايتين دقيق زي ما انتم شايفين كده، ومعانا علبة زبادي صغيرة او نص كوباية زبادي، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة مايونيز، ورشة ملح او نص معلقة صغيرة ملح. ومعانا هنا كوباية لربع كده مية دافية عشان هنعمل فيها الخميرة، هنعمل فيها اختبار الخميرة يعني قبل ما هنعجن. دلوقتي هنضيف المكونات الجافة كلها على الدقيق وهنخلطهم مع بعض. ودلوقتي هضيف على الدقيق معلقة البيكنج بودر الصغيرة زي ما انتم شايفين كده، وهضيف رشة الملح، وهضيف نص معلقة سكر، هي دي معلقة كبيرة انا هضيف نصها، والنص التاني هحطه مع الخميرة زي ما انتم شايفين كده، وهقلبهم مع بعض تقليبة كده. العجينة دي مش قادرة اقول لكم بتطلع طرية وجميلة جدا، ولما بتصبوها تخمر فعلا حجمها بيتضاعف يعني، بتبقى حلوة. وتنفع كمان لو حابين ان انتوا تعملوا بيها باتيه، باتيهات يعني عامة بتحشوها اللي انتوا عايزينه بتبقى جميلة، ومع الميني بيتزا بتفضل طرية معاكي وتفضل معاكي يومين طرية. انا دلوقتي هعمل بيها بيتزا كبيرة يعني بيتزا وسط. المقادير دي الاتنين كوباية دي دول بيعملوا معاكي بيتزايتين وسط او ممكن ثلاثة صغيرين يعني. ولو حابة ان انت ما تعملهمش كبار وتعملي ميني بيتزا برضو بالعجينة بتبقى جميلة جدا. ودلوقتي هحط معاكم الخميرة في المية الدافية زي ما انتم شايفين كده، هضيف الخميرة على كوباية المية الدافية، هقلبها كويس، هضيف لها نص معلقة السكر. السكر بيساعد ان الخميرة تخمر بسرعة يعني وتدينا احسن نتيجة. انا بس بقلبها كويس كده عشان تختلط مع المية الدافية، ولازم تكون مية دافية مش مية ساقعة يعني عشان تساعدها ان هي تفور بسرعة. انا دلوقتي هسيبها على جنب لحد لما تفور كده وتعلى، وهرجع اوريها لكم بعد ما تفور وهنعجن العجينة مع بعض. وزي ما انتم شايفين انا رجعت لكم تاني بعد ما الخميرة هي فورت خالص زي ما انتم شايفين كده، بصوا خمرت ازاي كده، معناه ان الخميرة ناجحة. دلوقتي انا هضيفها على الدقيق، بسم الله، هضفت الخميرة دلوقتي، وهضيف الزبادي، وهضيف معلقة المايونيز، وبرضو نسيت اقول لكم في المقادير ان انتم ممكن تضيفوا معلقتين زيت، دي اختيار يعني، بس هي برضو بتساعد ان العجينة تبقى طرية. انا هضيف معلقتين زيت، ودلوقتي هخلط معاكم المقادير مع بعض، وبعد كده هعجنها بايدي يعني، بسم الله. ولو حسينا ان العجينه ممكن تحتاج مننا حبه دقيق بنضيف حبه دقيق تاني يعني عادي مفيش مشكله، هما دول كوبايتين دقيق، وممكن تحتاج معاكم ربع كوبايه كمان، وممكن ما تحتاجش حسب طبعا نوع الدقيق اللي انتوا بتعملوا بيه يعني.
انا دلوقتي هاجن بايدي يعني. انا حاساها طريه وهتحتاج معايا كمان ممكن ربع كوبايه دقيق كمان. دلوقتي انا هضيف لها ربع كوبايه دقيق وهعجنها كويس وارجع اوريها لكم بعد ما اعجنها واخلصها. ودي العجينه اهي بعد ما عجنتها زي ما انتم شايفين كده، وهي احتاجت نص كوبايه دقيق مش ربع كوبايه زي ما قلت لكم. هي دلوقتي المقادير بقت كوبايتين ونص دقيق يعني مش كوبايتين بس، طبعا حسب كل نوع دقيق يعني. لو حسب الدقيق بتاعكم انتوا عجنوا بكوبايتين، ولو احتاجت ممكن تضيفوا ربع كوبايه ونص كوبايه لحد لما العجينه تتظبط معاكم تبقى طريه كده زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي عجنتها كويس ودهنتها بس دهنت زيت كده على الوش، وهغطيها دلوقتي في فوطه واسيبها بس لحد لما تخمر وتتضاعف حجمها. هتشوفوها طبعا بعد ما حجمها يتضاعف، ويا ريت طبعا زي ما انتوا شايفين احنا في الشتاء والجو ساقع فهتغيب عقبال ما تخمر، يا ريت تحطوها في مكان دافي. ويفضل يعني لو دفيتوا الفرن مثلا فرن التوستر او البوتاجاز عادي وحطيتوها وهي متغطيه بالفوطه كده 10 دقايق هتخمر معاكم بسرعه، وتقدروا ان انتوا تعملوا البيتزا اسرع يعني من ان انتوا تسيبوها كده في مكان بره، فالجو ساقع ومش هيساعد الخميره ان هي هتخمر. ودلوقتي هغطيها، وانا دلوقتي هغطيها معاكم بفوطه مطبخ كده وهحطها في مكان دافي بس لحد لما تخمر خالص، وبعد كده هنرجع نعمل الحشوة مع بعض. ودلوقتي معنا الحشوة بتاعت البيتزا التوبنج هنجهزها مع بعض. اول حاجة معنا هنا طماطم صغيرة متقطعة شرايح زي ما انتوا شايفين كده، ومعنا فلفل اخضر متقطع برضو شرايح فلفل اخضر بارد يعني، ومعنا هنا طبعا الصدق اللي هو عشان هي بيتزا بالصدق ده الاساسي في الوصفة، ومعانا هنا ميكس جبن زي ما انتوا شايفين دي موتزاريلا وتركي مبشوره وشيدر مبشوره. ولو مش متوفر عندك ميكس الجبن ده تقدري تستكفي بجبنه موتزاريلا بس يعني. ومعانا هنا فلفل الوان احمر واصفر زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا هنا بصلايه صغيره متقطعه شرايح، ومعانا هنا نص كوبايه صلصه اللي هي العلب، ومعانا هنا التتبيله بتاعت الصلصه معلقه ثوم صغيره ومعلقه نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر، ولو عندكم زعتر برضو تقدروا تحطوا زعتر ولو حابين يعني. ومعانا هنا زيتون، ومعانا هنا معلقه كاتشب كبيره دي هضيفها للصلصه مع معلقه زيت والتتبيله بتاعتها. ودلوقتي انا هعمل الصدق، هجهز الصدق. طبعا لازم حشوات البيتزا كلها تكون مستويه ما تكونش نيه يعني، سواء كانت صدق او فراخ او لحمه ميكس لحمه يعني، بس لازم تكون مستويه. فانا هشوح الصدق ده مع البصلايه على النار كده في معلقه زيت ولحد لما يستوي يعني، وهرجع لكم تاني. وده الصدق بعد ما شوحته مع البصله زي ما انتم شايفين كده هو استوى. ودلوقتي انا هجيب الصلصه وهضيف لها معلقه الثوم والملح والفلفل الاسمر زي ما انتم شايفين، وهقلبها برده كويس. دي الصلصه بتاعه البيتزا. دلوقتي هضيف لها معلقه الكاتشب الكبيره بتديها طعم جميل جدا، واللي مش حابب يضيفها يعني براحتكم طبعا. واللي مش متوفر عنده الصلصة اللي هي الجاهزة اللي هي العلب يقدر يعملها عادي بصلصة طماطم عادية يعني، يبشر طماطم مبشورة كده ويعملها على النار برضه بتوم ونفس التوابل اللي انا حطيتها دي ومعلقة زيت يعني زي ما انتوا شايفين كده. هي الصلصة بتاعت البيتزا كده بقت جاهزة. دلوقتي يلا بينا كده نشوف العجينة خمرت معانا ونقطعها مع بعض. ودي العجينة بعد ما اختمرت اهي زي ما انتوا شايفين كده وارتفعت خالص ما شاء الله يعني، بقى شكلها جميل. دلوقتي هنقطعها مع بعض وهفردها معاكم، ويلا بينا كده نسمي بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده انا هقطعها على 3. انا الاول كنت هعملها على بيتزايتين يعني وسط، بس دلوقتي انا ضفت لها دقيق فالكميه زادت، فانا هعملها على 3 بيتزات وسط.
زي ما انتوا شايفين العجينة طرية وجميلة جدا وخمرت وبقت حلوة فعلا. انا دلوقتي هفردها، هجيب الصينية وهدهنها زيت وهفردها معاكم. ودي الصينية بتاعت البيتزا معانا، دي الحجم الوسط. انا دلوقتي ده حطيت معلقتين زيت وهدهنها كويس بزيت، واللي حابب ان هو يغطيها بعد كده برش الدقيق براحتكم يعني. وفي بيحطوا برضو دي سامولينا يعني عشان ما البيتزا ما تلزقش، بس الحمد لله يعني هي في الصينية الالومنيوم ما بتلزقش خالص. ويفضل ان البيتزا تتسوى في صواني فاتحة يعني مش صواني غامقه علشان ما تلزقش فيها وتطلع لونها ذهبي وجميل من تحت. ودلوقتي انا هفرد العجينه وهحطها في الصينيه واوريها لكم. ودي العجينه بتاعت البيتزا بعد ما فردتها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. ودي زي ما قلت لكم صينيه وسط يعني هتطلع بيتزا وسط. ولو حابين ان البيتزا ما ترتفعش معاكم وتقدروا ان انتم تخرموها بالشوكه يعني عشان تفضل العجينه خفيفه. انا الصراحه ما بفضلهاش كده، بحب ان هي سيبها تخمر براحتها يعني في الفرن تستوي براحتها وتعلى. ودلوقتي هبدا احشيها معاكم وهنحط التوبنج عليها. دلوقتي هنجيب الصلصه وهندهن وشها بالصلصه. زي ما انتوا شايفين كده ندهنها كويس. زي ما قلت لكم لو مش متوفر عندكم الصلصه اللي هي الجاهزه اللي في العلب، تقدروا ان انتوا تعملوا صوص عادي بالطماطم، ان انتوا تبشروا الطماطم وتحطوها على النار شويه كده مع معلقتين زيت، ونفس برضو التتبيله توم وفلفل وملح وزعتر يعني. زي ما انتوا شايفين كده احنا كده خلاص غطيناها كلها. انا دلوقتي هحط عليها الصدق يعني هوزعه عليها كويس. لو حابين طبعا ان انتوا تزودوا الحشوة زي ما انتوا عاوزين، ولو حابين ان انتوا تحشوها باي حاجة تانية طبعا ده حسب الرغبة يعني براحتكم. لو عايزين تعملوا فراخ برضو براحتكم، وممكن تستكفوا بالجبن. زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي حطيت الصدق. دلوقتي هضيف معاكم الفلفل الاخضر هنوزعهم مع بعض كده على البيتزا. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي هنضيف برضو الفلفل الالوان. وهضيف معاكم الطماطم. وياريت ان انتوا تختاروا الطماطم تكون صغيرة كده مدورة وصغيرة، بتدي شكل جميل في البيتزا زي ما انتوا شايفين كده شرايح صغيرة. ودلوقتي هضيف برضو شرايح بصل كده خفيفة، مش هكتر يعني من البصل عشان الصدق انا عاملاه بالبصل. بس بيدي طعم جميل مع الصدق، وجربوها وان شاء الله تعجبكم. وتشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي انا هضيف الجبن، ميكس الجبن. طبعا حابين تحطوا جبن ياما براحتكم، حابين تحطوا طبقة خفيفة برضو كل واحد حسب ما بيفضل يعني. انا بحب ان انا احط الزيتون في الاخر اخر حاجة يعني، بيدي شكل جميل كده فوق الجبنة من فوق.
زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هنضيف الزيتون مع بعض. ده شكل البيتزا بعد ما حطينا التوبينج فوقيها واخر حاجة حطيناها الزيتون. دلوقتي انا هدخلها الفرن على نار متوسطة في النص يعني، ويفضل ان انت متولعيش عليها الشواية خالص، هي الجبنة هتسيح معاكي من نار الفرن يعني، وهتستوي معاكي وتبقى جميلة. هي بتاخد من 10 دقايق لربع ساعة في الفرن، وانا دلوقتي هدخلها الفرن وهرجع لكم تاني بعد ما تستوي وهنقطعها مع بعض. ودي البيتزا بعد ما طلعت من الفرن واستوت وقطعتها، ويا رب طريقتي في عمل البيتزا تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. ولو حابين ان انا اعمل لكم اي حاجه يا ريت تسيبولي في الكومنتات، واتمنى لو الفيديو عجبكم ان انتم تشجعوني وتشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش طبعا في اللايك. واسيبكم في رعايه الله، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.